لو نتكلم على هدف الريسبيريشن عموما، هو عمليه الجاس اكسشينج. احنا هدفنا ان احنا في الاخر نوصل اكسجين، نعمل جاس اكسشينج بتوين الهواء اللي موجود عندنا في الالفيلاي اللي موجود عندنا داخل اللانجز مع الهواء او مع الغازات اللي موجوده عندنا داخل الدم. عامه هنلاقي الشكل بتاع الاكسشينج بيسكلي بيبقى حاجه بالشكل ده كده، عندنا الفيلاي او الفيولوس وعندنا كابيلاري، هنا في دم وهنا في هواء. بيبقى في النص هنا طبعا هنا جدار الالفيولوس بنسميه الفيولار ابيثيليوم، وجدار الكابيلاري بنسميها كابيلاري اندوثيليوم. الاثنين دول طبعا بنعتبرهم كأنهم زي حاجه مثلا قريبين في الكاركترستيك بتاعتهم من الميه، انما هنا في يعني هنا في غاز هواء، يعني في طبعا اكسجين وفي كل حاجه. هنا بنتكلم على ان الناحيه الثانيه في الكابيلاري بلاد بيبقى في عندنا مثلا سي او 2 وعندنا بعض الاو 2 طبعا بنسبه اقل، بيبقى طبعا دايبين داخل الدم. عمليه الاكسشينج بتوين الاثنين بتتم عن طريق بروسيس كومبليتلي يعني باسيف، هي عمليه الديفيوجن، والديفيوجن اساسا قائم على وجود اختلاف في الكونسنتريشنز بتوين الجنبين. فوانس ان يبقى في عندنا يعني تو كومبارتمنتس بينهم فرق في البريشر، مثلا بتكلم على الكونسنتريشن بتاع الاو 2 بنتكلم مثلا هو في الالفيولس بيبقى عالي وفي الدم بيبقى بيسكلي بيبقى قليل. بعد ما بتنتهي عمليه الديفيوجن بيبقى هما الاثنين في نفس الليفل. فوانس ان في ديفرنس في الكونسنتريشن بين الاثنين بيبتدي يحصل اكسشينج لل ال او في نت فلو بيسكلي، او نت يعني ترانسفير من الاكسجين اللي موجود عندنا في الالفيولاي للدم. بتنتهي العمليه لما يكون الاثنين زي بعض. عمليه الديفيوجن طبعا كعمليه باسيف هي بتعتمد على مجموعه حاجات وحاجات ثابته، وطبعا ما بتحتاجش انرجي. بنتكلم على اول حاجه هي البارشال بريشر جريدينت. البارشال بريشر بالنسبه للغازات هو زي كونسنتريشن بالنسبه للسوليوتس اللي موجود عندنا في محلول مثلا. فكل ما البارشال بريشر جريدينت زاد، كل ما بقى في عندنا قوه دفع اكبر تسمح لنا ان احنا نعمل ديفيوجن بشكل اسرع. الحاجه الثانيه هي thickness of barrier. البارير اللي بتوين الاثنين دول، بتوين التو كومبارتمنتس، كل ما البارير ده بقى اكبر كل ما كان السبيد اوف ديفيوجن بتاعتنا بقت اقل. يعني هنا ده بيأثر بشكل بوزيتيف، هنا بيأثر بشكل نيجاتيف. طبعا المشكله عندنا في المرضى اللي عندهم مثلا حاجه زي نيومونيا، او في بعض الاحيان مثلا طبعا زي اللي بيحصل في الكوفيد 19 مثلا، بيبقى في عندنا بعض الاكيوميليشن فلويدز داخل الالفيولاي مثلا. فالحقيقه الاكيوميليشن اللي بيحصل للفلويد داخل الالفيولاي بيزود الثيكنس اللي موجود بتاع البارير، يعني البارير بيبقى الثيكنس بتاعه اكبر من الحاله الطبيعيه. فبالتالي زياده الاكسجين لما بنحاول ان احنا نزود البارشر بريشر بتاع الاكسجين، لما ندي المريض هواء فيه اكسجين زياده، ده بيحاول يعوض النقص اللي حصل نتيجه للثيكنس اوف بارير. فدي الحاجه الاساسيه اللي احنا علشانها بنحاول ان احنا ندي البيشنت هواء يكون فيه اكسجين اكتر شويه.